أهلا بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 30 أكتوبر سنة 1928 بدأ أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة. أما سنة 1991 تم انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط بحضور وفود من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل وبإشراف كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. أما سنة 1994 انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لدول الشرق الأوسط في الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1957 اتولد الممثل الأمريكي كيفين بولاك اللي من أعماله The Front Runner، وكمان اتولد سنة 1960 مارادونا لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فزي النهاردة 1611 رحل الملك كارل التاسع ملك السويد. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 30 أكتوبر من كل سنة هو ذكرى ضحايا القمع السياسي، وزي النهاردة 1967 اتعرض لأول مرة فيلم غرام في الكرنك تأليف محمد عثمان وإخراج علي رضا، والفيلم بطولة فريدة فهمي، محمود رضا، عبد المنعم إبراهيم، أمين الهنيدي، وهناء الشربجي. أما سنة 1989 تم العرض الأول لفيلم المرشد تأليف وإخراج إبراهيم الموجي، بطولة فاروق الفشاوي، شريهان، محمود الجندي، الشحات مبروك، مجدي وهبة، ومحمد رضا. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.